بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها عدة فوائد تستفاد من الدلالات اللغوية الموجودة بها. من ذلك تقديم الآية بقوله إنما الدالة على الاختصاص، والمقصود بالاختصاص هنا التنبيه، كأن الله تعالى ينبه المكلفين إلى التالي في هذه الآية وإلى مضمون هذه الآية. فما هو مضمون الآية التي يريد ربنا عز وجل أن ينبهنا إليه وأن يلفت أنظارنا إليه؟ قوله سبحانه: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، والإشارة تدل على وجود المشار إليه، فلا يمكن أن يشار إلى معدوم، وإنما يشار إلى معاين حاضر، فهذا دليل على أن الشيطان موجود حاضر. فالشيطان يرانا ونحن لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أيضا هذا الشيطان لا يكل ولا يمل ولا ينام، لا يكل ولا يمل ولا ينام، وهذا ما ضربه على نفسه وألزم به نفسه أمام ربه في غير آية من كتاب الله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الآيات. وسئل الحسن البصري عليه رحمة الله: هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا، لو نام لاسترحنا. فهو عدو لدود، لا ينام ولا يكل، لا يكل ولا ينام. ثم إن هذا العدو له أولياء، له من يحبونه وينصرونه ويؤيدونه ويسيرون في طاعته. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فهناك من يعبد الشيطان أي يطيعه، وليس المقصود بعبادة الشيطان أن يأتي بتمثال أو بصورة ليعظمها كما حدث عند بعض الشباب الذين سموا بعبدة الشيطان، بل إن الأمر أعظم من ذلك. فمن أطاع الشيطان وسار في هواه من أجل الشيطان فهو عابد للشيطان. فالهوى مركب الشيطان إلى النفس، الهوى مركب الشيطان إلى النفس، فإذا أراد الشيطان أن يلج نفسا ولجها بمركب الهوى، ولهذا كان الهوى مذموما، وما أودى الهوى إلا إلى الردى. فلذلك الشيطان له أولياء، ثم إن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه. أولياء الشيطان هم معلومون كالكفار
وكالوالجين في البدع المظلمة وأصحاب المعاصي السادرة وأصحاب الظلم الذين لا يبرحون، هؤلاء من جملة أولياء الشيطان. فالشيطان يخوف المؤمنين أولياء الله، يخوفهم بأوليائه، فقال ربنا عز وجل: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه. فالمفعول الأول محذوف وهو الكاف المحذوفة، يخوفكم أولياءه. والمؤمن لا يخاف إلا الله، وهذه هي الخيفة الشرعية. فهناك خوف شرعي، وهناك خوف جبلي، وهناك خوف غير شرعي. الخوف الجبلي كمن يخاف من سبع، أو يخاف من ظلمة، أو يخاف من انفراد في وحشة، فهذا خوف يعني جبلي. لا يمكن لأحد أن يقول إذا دخل علي أسد، أو دخلت على أسد، أو دليت على أسد، فإني لن أخافه. هذا الأمر يعني لا يمكن أن يحدث أبدا، ولا يمكن أن يقع إلا للأفراد، مثل هذا الرجل الذي كان يعظ أحمد ابن طولون وهو أمير مصر، فكان يشدد عليه في الموعظة حتى تبرم منه، فقال: والله لأقتلنه قتلة لم يسمع عنها أحد قبل. وهذه المسألة فيها طرفة، لو أن أحدا قرأ التاريخ وأعد بحثا في أنواع القتلات، لأن هناك أنواع عجيبة أحدثها الظلمة في الناس في كيفية القتل. يعني من هذا النوع العجيب أن بعض ملوك التتر كان إذا أراد أن يقتل إنسانا أتى بأشجار متباعدة، فجمعوا أطرافها بقسوة، ثم ربطوه إلى هذه الأطراف، ثم تركوا الأشجار إلى مكانها، فيتفسخ هذا المسكين ويموت ميتة شديدة. طبعا يعني حاجة صعبة جدا. فابن طولون عندما تبرم بهذا الرجل قال: لأقتلنه قتلة شديدة وصعبة لم يسمع عنها أحد قبل ذلك. أتى بسبع شديد مفترس، وأجاعه أياما، وجعله في قفص، ثم دل إليه هذا الرجل، ثم دل إليه هذا الرجل. يعني لو أن كل واحد فينا تذكر أو جعل نفسه في هذا المقام، لو أنت كده نازل على سبع وفاتح بقه، وأحد يصيح ويتلمظ إليك وينتظر وصولك إليه، يا ترى أنت تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ يعني كل إنسان يضع نفسه في هذا الموضع، وليحدثنا أين تكون الشجاعة آنذاك. الشاهد أن هذا الرجل الآمر بالمعروف والناهي، أن هذا الرجل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كان لا يفكر في الأسد، وإنما كان يفكر في سؤر الأسد، هل هو نجس أم لا؟ هذه المسألة كانت تشغله، يعني المسائل الشرعية تشغله حتى في هذا الموقف، فحدث له فناء عن كل شيء إلا عن هذه المسألة. بيدرس يا ترى هل أسد سؤره طاهر أم لا؟ ها؟ فهو يفكر في هذه المسألة، ثم دعا ربه عز وجل بقلبه أن ينجيه. فكان الإشكال أو كانت المعجزة أن الأسد أخذ يلحسه ويطوف حوله، ثم بعد ذلك ركع عند رجليه وما صنع له شيئا.
فطبعا دي حالات نادرة، دي حالات نادرة. هناك بعض الناس ينقلبون إلى غرف العناية المركزة لأنه نازل على السلم في الظلمة، يعني هناك كلب كان طالع على السلم فأصابته رعدة فتوقف قلبه عن الحركة فنقلوه إلى العناية المركزة. فانظر إلى هذا المسكين كيف توقف قلبه بسبب كلب أو جرو صغير، وهذا لم يتأثر بالأسد. فهناك خوف جبلي، دي مسألة جبلية، إنسان يخاف، الإنسان يخاف. تصور لو أنك على ظهر سفينة، وهذا الأمر حدث لأخ لنا يسكن هنا في المنصورة في سنة 95، سفينة سالم إكسبريس التي غرقت في البحر الأحمر. الأخ كان على ظهر السفينة وفجأة بدأت السفينة تنزل في عمق المياه شيئا فشيئا. لك أن تتصور ذلك الأمر، الناس لم ينتبهوا في بداية الأمر، كان الناس في غفلة، وعندما أدرك الناس الهول بدأ الصراخ والعويل والبكاء. وكان أشد منظر آلمه أسرة يودع بعضهم بعضا، خلاص هم عارفين أن أول ما تسقط كلهم سيموتون، وأسماك القرش تأتي تأكلهم ونحو من ذلك. إذن هذا خوف جبلي، لا يمكن لأحد أن يقول بأن هذا الخوف يدل على قلة الإيمان، وأن القلب لو كان عامرا بالإيمان ما تسرب ذلك الخوف إليه. لا، هذا خوف جبلي لا تثريب للإنسان فيه. الخوف الثاني الخوف الشرعي، أن يخاف الإنسان من الله عز وجل، كقول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وكقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا، أي هذا الخوف أو بدلا من أن يخافوا من الكفار ازداد خوفهم من الله وامتلأت قلوبهم إيمانا وتوكلا على الله عز وجل، فكان ذلك سببا في ثباتهم وتثبيتهم. ومدح ربنا عز وجل الملائكة وقال وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. فهذا خوف شرعي، وهذا الخوف من جنس أعمال القلوب، وهذا الخوف من جنس أعمال القلوب. فالقلب له عمل، من أعمال القلب الخوف، من أعمال القلب الخوف. وأيضا كقول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وذلك في الملائكة كما هو معلوم. أما الخوف غير الشرعي، أن يخاف الإنسان من الناس فيترك واجبا شرعيا، هذا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يجتنبه، أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الناس أو خوفا من الناس، يريد المنزلة عند الناس فيترك هذا الواجب من أجل الناس، هذا كله حرام. وكذلك كخوف عبدة القبور من المقبورين، فهذا خوف غير شرعي. وكذلك كخوف أهل الدنيا من فوات مقاصدهم وحصول ما يكرهون في دنياهم، هذا أيضا ربما يدخل فيه الخوف غير الشرعي. فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف أولياء الله عز وجل بأوليائه بأحبابه وأتباعه وفريقه الذين يدخلون في طاعته. قال الله
فلا تخافوهم، هذا ليس نفيا وإنما هذا نهي، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ربنا عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، العمارة إما أن تكون عمارة مادية أو أن تكون عمارة معنوية، والعمارة المعنوية هي الأزكى والأهم، فليس الأمر أن نجصص المساجد وأن نزينها وأن نزخرفها، وإن كان بعض هذه الأشياء ربما يكون ضروريا لا سيما مع تقدم العصر. يعني مسألة التكييفات هذه مثلا كانت منذ 10 سنوات من الكماليات، أليس كذلك؟ وربما كنا نتندر من بعض المساجد التي يركب فيها التكييف، أليس كذلك؟ صحيح ولا مش صحيح؟ لكن اختلف الأمر الآن. كان الناس قديما يرطبون المياه ويبردونها في البلاليص والقلل، أما اليوم فإن الأمر اختلف، هناك المبردات وهناك المياه المثلجة، فالذي يجعل وقفا كأن يجري ماء باردا في مسجد أو أن يكيف مسجدا، هذا أيضا من جملة عمارة المساجد، أو أن ينير مسجدا، أو أن يجعل في مسجد بسطا وفرشا، هذا أيضا من جملة العمارة. لكن أفضل من هذه العمارة العمارة المعنوية، أن يقوم المسجد بدوره في التوجيه والتربية والإعداد وسياسة المجتمع، هذا هو الدور الحقيقي للمسجد. والإشكال أن هذا الدور لم تقم به المساجد في هذه الأزمان. قلنا من قبل إن السبب في ذلك الجهات الأمنية الراصدة والضاغطة والمانعة أن تقوم المساجد بدورها، واليوم لماذا لا تقوم المساجد بدورها؟ المشكلة إنما هي في الرجال الذين يعمرون هذه المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، الآيات. فمدح الله عز وجل هؤلاء الرجال بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، مدحهم بالأعمال الظاهرة ومدحهم بالأعمال الباطنة. إذن المطلوب من المسلمين الذين يؤمون المساجد ويغشونها أن يتحلوا بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة المتعلقة بالقلوب والأعمال الظاهرة المتعلقة بالجوارح. فغشيان مساجد الناس لحضور المجالس أو للصلاة هذا كله من جملة الأعمال الظاهرة. فحث ربنا عز وجل عباده أن يعمروا قلوبهم أيضا، فينبغي أن نجتهد في عمارة الباطن لأن هذا مطلوب شرعا. وأيضا في هذه الآية التي بين أيدينا مدح الله ربنا عز وجل الذين يأتون المساجد والمساجد بهذين، فاسمع: إنما يعمر مساجد الله من هنا بمعنى الذي، من هنا بمعنى الذي، وفيها معنى العموم،
فيها معنى العموم، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يبقى من هم عمار المساجد؟ المؤمنون المطيعون في الظاهر، المجتهدون في إصلاح الباطن. المؤمنون من آمن بالله واليوم الآخر، المطيعون ظاهرا وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الذين يهتمون بالباطن بالقلب فيملؤون قلوبهم خشية ورغبة ورهبة وإقبالا على الله عز وجل وتوكلا ولم يخش إلا الله. هؤلاء قال الله عز وجل فيهم: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى في القرآن ليس على بابها في اللغة. عسى في اللغة فيها نوع من الرجاء، عسى أن أنجح هذا العام، ولكن عسى في القرآن تدل على التحقيق، تدل على التحقيق، لأن هذا الرجاء وهذا الأمل الذي ترجوه بعسى ربما يقع وربما لا يقع. ففي هذه الآية الكريمة بيّن ربنا عز وجل أن الاهتداء يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول الإيمان، والأمر الثاني الطاعة الظاهرة، والأمر الثالث الطاعة الباطنة. فيجب على أهل المساجد أن يجتهدوا في تعليم المسلمين هذه الأشياء، لأن تكون المساجد خاوية على عروشها، يصلي الناس فيها ثم بعد الصلاة ينطلقون إلى بيوتاتهم ولا علاقة لبعضهم البعض. هذا الأمر يعني ليس من هدي السلف، ليس من هدي السلف. والمسجد يمكن أن يقوم بدور عظيم، سواء في جانب التعليم كالحلق العلمية والدورات العلمية، شريطة أن تكون هذه الدورات وهذه الحلق يبتغى بها وجه الله عز وجل، لا يقصد من ورائها جمع الناس على عصبية أو على حزبية أو على راية جاهلية، فيكون هذا المجمع صورة من صور النشاط. يبقى من أنشطة الجماعة أو من أنشطة الحزب أنهم يهتمون بالعلم فيلقون دروس كذا وكذا وكذا، هذا ما ينفعش، لا يصح، لا يصح. ولكن لابد في العلم أن يكون طلبه خالصا لله، يراد به وجه الله عز وجل. الأمر الثاني أن يجتهد الناس في المساجد بالذكر، أن يتعودوا على الذكر. هذه الألسن طالما أنت في المسجد لا ينبغي أن تتركها هكذا ساكنة، يكفي وانت طول الوقت برا المسجد بتتكلم أو منشغل في مصالحك. فإذا أتيت في ضيافة ربك فالهج بذكر ربك طول ما انت قاعد: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. طول ما انت قاعد اللسان شغال، فهذه صورة طيبة لعمارة المساجد. أيضا صورة طيبة لعمارة المساجد أن يحفظ الناس شيئا من كتاب الله عز وجل مع بيان شيء من معاني عمارة. أيضا أن يجمع أولاد المسلمين في المساجد لا سيما في أوقات الأجازات، بدلا من أن تمتلئ الشوارع بصبية المسلمين يلعبون ويلهون وتدمر أخلاقهم وتفسد طبائعهم، فليجتمعوا في المساجد ولنحببهم في المساجد ولنجعل من المسجد مآلا لهم
يجتمعون فيه فيتعلمون وينتفعون، بل ويتدربون على بعض الألعاب الرياضية التي تفيدهم، بل ليس هناك أي تثريب أن يتعلموا بعض المهارات التي ربما تكون موجودة كمهارة كمبيوتر أو إلى غير ذلك من هذه الأشياء، لأن أولادنا هؤلاء هم امتداد الأمة في جذر الزمن. فالمسجد لابد أن يعود دوره من جديد، لابد للمسجد أن يقوم بدوره في إحياء الأمة، وهذا لن يكون بإذن الله تعالى إلا إذا امتلأ بشباب الإسلام الواعد الناهض الذي يجعل الإسلام رسالة له. هذا يعني أمل الإنسان يتمناه، أمل الإنسان يتمناه، ولكن الواقع أن الناس يسمعون كثيرا ولكن لا يفعلون شيئا، وإذا فعلوا شيئا يفعلون ما فضل من جهدهم وأوقاتهم. أما أصل الجهد والوقت فإنه مبذول للمصالح التي يجعلونها ضرورية. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المهتدين الذين تعمر قلوبهم بالخير والبركة، وتعمر جوارحهم بالطاعة الظاهرة، وأن يكونوا على الإيمان الصادق إن شاء الله. قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس، هذا فريق من الناس، ومن هنا ليست بيانية وإنما هي تبعيضية. إذن هناك طائفة من الناس، ليس كل الناس، ولكن هذه الطائفة هي الكثيرة أم القليلة لم يبين، لم يميز، وإنما هي بعض الناس، بعض قليل أو كثير. ومن الناس من يقول آمنا بالله، إذن السياق يشير إلى أن المقصود بهؤلاء هم المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول، فهذا قول. فإذا أوذي في الله، فإذا أوذي في الله أي في سبيل الله، أي بسبب هذا الإيمان الذي قاله وادعاه، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فعذاب الله تعالى مؤلم ووعيده شديد، فيجعل البلاء الواقع عليه من قبل الناس مؤلما شديدا موجعا يصرفه عن حقيقة الإيمان. سبحان الله، ده أمر مشاهد، لأن الناس عندما يعيشون ويعقلون يعقلون ما يشاهدون لا ما يغيب عنهم. فإذا أتى رجل ظالم وهدد الناس بالعقاب الشديد والفصل والتشديد والتعذيب وغير ذلك، كان هذا التهديد المتربص من قبل هذا الظالم كعذاب الله عز وجل، فخافوه كخيفتهم لله عز وجل، وكان ذلك سببا في تركهم الإيمان المدعى. فالفعل خالف القول، الفعل هنا خالف القول. وفي هذه الآية دليل على طوائف ممن قالوا بأن الإيمان مجرد القول كالمرجئة والكرامية، الإيمان مجرد قول، والفعل هذا إنما هو ثمرة من ثمرات هذا القول، فبالتالي الإنسان يكون كامل الإيمان بهذا القول. هذه الآية ترد عليهم، فأولئك الناس قالوا آمنا بالله، ولكن عند الحقائق والأفعال تبين
كذبهم. فالعبرة ليست في الأقوال وإنما في الأحوال والأفعال. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم وهو ضعيف لأن به غير راو من الضعفاء كمحمد ابن مروان وكعطية العوفي، وكلاهما ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ومع هذا فإن به بعض المعاني التي يمكن أن نستفيدها. قوله مرفوعا عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، أي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كأن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى غير ذلك من صيغ الأداء. ولكن بدل من أن يقول هذه الجملة يقول مرفوعا، فكلمة مرفوعا تغني عن هذه الجملة. إن من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين، صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اليقين إيمان كله، اليقين إيمان كله، اليقين إيمان كله. فإن من ضعف اليقين يمكن أن نقول إن من ضعف الإيه؟ الإيمان. إن من ضعف اليقين، إن من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله يا إلهي. هذا الأمر تشاهده كثيرا وتعاينه أكثر، يعني أن الناس يجرون في إرضاء الخلق ولا يجتهدون في إرضاء الحق، فيوقعهم ذلك في الاضطراب والتناقض والاختلاف والتدابر، لأن طلب وجه واحد أيسر من طلب ألف وجه. يعني لو أن إنسان أراد أن يرضي الله عز وجل لكان ذلك أيسر عليه من إرضاء الخلق، لأني إذا أرضيتك سأسخط الآخر، وإذا أسخطت الآخر سأرضيك، وإذا أرضيتكما أسخطت الثالث، وإذا أرضيت الثلاثة أسخطت الرابع، وهكذا. فمن ذا الذي ترضى عنه الخلائق مجتمعة يا إلهي؟ إذا كانت الأنبياء جعل الله تعالى لهم أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن كل نبي له عدو من الإنس ومن الجن، وهؤلاء الأعداء المجتمعون على عداوة الخير يوحي بعضهم إلى بعض وكذلك. فإذا كان هذا حال الأنبياء فما هو حال من دونهم من صالح البشر؟ فإياك أن تغضب ربك بإرضاء غير الله عز وجل، فهذا أمر محال، محال. بل بالعكس، بل بالعكس، إذا أرضيت ربك وليسخط عليك من يسخط كان ذلك سلوانا لك، وكان ذلك شرح صدر لك، وبركة لك، وخيرا ونعيما
أنت تعيشه في الدنيا قبل الآخرة. فمن كان مع الله تعالى أنس، ومن كان مع غير الله عز وجل اغترب، وفارق بين هذا وهذا. فإن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. يا إلهي، ليس معنى ذلك ألا تشكر من أزدى إليك معروفا، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، وإنما أن تشكر الناس وتنسى من أزدى إليهم هذا الخير. فكل النعم التي في أيدي الخلق إنما أساسها والآمر بها ومقدرها ومريدها هو الله عز وجل، وإنما أجراها الله تعالى على أيديهم كأسباب ظاهرة، فتتعلق بالسبب الظاهر وتترك من أزدى إليهم هذا وأعانهم على هذا، فلعل هذا هو المقصود، وأن تحمدهم على رزق الله. فالإضافة هنا ليست مجرد تشريف، وإنما المقصود بهذه الإضافة أنها أتت من عند الله عز وجل. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا أمر ليس في أيديهم ولم يقدره الله تعالى لك ولم يهيئ أسبابه لهم، فكيف تذمهم عليه؟ فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان حاله كحال أهل النفاق، إذا أعطوا رضوا وإذا منعوا سخطوا، فهذا الحال يدل على الفساد. إن رزق الله لا يجره، أي لا يجريه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. ولا يرده كراهية كاره. نعم، اللي هي كراهية. ما رأيك؟ ولا يرده كراهية كاره، هذا فاعل يا مولانا، فاعل. والهاء هذه مفعول به، ولا يرده كراهية كاره، أي لا يرد كراهية كاره الرزق. ولا يرد كراهية كاره الرزق، فهذه الهاء مفعول به مقدمة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث صحيح، رواه ابن حبان وغيره. التمس أي طلب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس، أي من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا معنى واضح، ودائما الكلام في الواضح يلغزه ويشكله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا، وسأقف عند هذا القدر ولأدخل الباب التالي حتى لا أطيل عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى.